طبعا واحنا بنتكلم عن درجات الحرارة وبنتكلم عن الصيف والمصيف، بالتأكيد الساحل الشمالي وما يشهده من حفلات كبيرة لعدد من النجوم، آخرهم حفلة امبارح للنجم عمرو دياب. طبعا عمرو دياب امبارح أحيا حفلة في مدينة العلمين الجديدة حضرها الآلاف من محبينه. وطبعا عمرو دياب قال ووجه الشكر لكل اللي نظموا هذا الحفل في مدينة العلمين الجديدة، وقال إنه بيتمنى إنه يفضل كل سنة بيحيي حفلات في مدينة العلمين الجديدة. طيب هنروح دلوقتي لأحمد عبادة مدير عمليات شركة تذكرتي. مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بيك. مساء الخير، أهلا بحضرتك. طبعا إحنا شايفين الحفلات في مدينة العلمين الجديدة، أولا تكلمنا عن هذه الحفلات، عن مسألة التنظيم، عن عدد الحضور. طبعا امبارح كان في حفله الهضبه النجم الكبير عمرو دياب. الحفله كانت حلوه جدا، الناس دخلت بمنتهى النظام. حابين نشكر الجمهور على تعاونهم امبارح والمنظر الجميل اللي شفناه امبارح كلنا. الحفله كان فيها حوالي 20,000 جمهور الهضبه، وكل الناس دخلت بمنتهى السهوله، دخلت بمنتهى النظام، كل واحد حجز تذكره لفئه معينه دخل للفئه بتاعته بمنتهى النظام. طيب كلمنا بتفاصيل أستاذ أحمد، يعني قبل كده كنا بنشوف بعض الحفلات بيحصل فيها عدم نظام، بيحصل فيها شوية هرجلة، المرة دي إزاي تمت مسألة التنظيم؟ 20,000 ده رقم كبير. طبعا طبعا الحفله المره دي كانت شركه تذكرتي مسؤوله مسؤوليه كامله عن دخول الجماهير وخروجهم. فطبعا حطينا خطه ازاي كل جمهور يدخل الفئه بتاعته ويتم يعدي على التفتيش طبعا الامني، بعد كده يدخل الحفله بتاعته بمنتهى النظام. فده ممكن يكون اكتر حفله كانت منظمه للنجم عمرو دياب على مدار السنين اللي فاتت. هي دي اول حفله لعمرو دياب طبعا في مدينه العلمين السنه دي. السنه دي، لكن غير كده طبعا هو احيا حفلات كتير في الساحل. بالظبط. اتفضل. دي كانت ضمن مهرجان العالمين لصيف 2022، ويعني الحفله كانت امبارح، وكان في حفله قبليها طبعا الفنانه ملمار، وحفله طبعا قبليها للنجم تامر حسني. طيب لو بنتكلم عن المهرجان ده، مستمر لحد امتى وايه الحفلات المرتقبه؟ ان شاء الله عندنا الاسبوع الجاي حفله لفرقه شارموفرز ومع ديسكو مصر، ويوم 19 ان شاء الله في حفله للنجم ويجز. هايل، ومتوقع حضور فيها قد ايه؟ ان شاء الله نفس الاعداد. هي الحفلات بتقام في العالمين ارينا، ودي اول سنه تبقى موجوده. طبعا العالمين ارينا بتستضيف كل يوم جمعه حفله لنجم من نجوم الغناء، وهي الارينا ساعتها الاستيعابيه 20,000، وتم بيع جميع التذاكر يوم حفله عمرو دياب. الحمد لله. طيب عمرو دياب، يعني طبعا احنا سمعنا تصريحات لي، قال ايه عن وجوده لاول مره باحياء حفله في مدينه العلمين الجديده؟ طبعا هو شكر كل اللي حضروا، وشكر القائمين على الحفله، وشكر كل المنظمين. والاجواء امبارح الحمد لله كانت كويسه جدا، وكل الناس سواء جمهور سواء عمرو دياب سواء كل القائمين على الحفله، كل الناس الحمد لله يعني كانت راضيه واشادت بالحفله بتاعت امبارح. أنا بشكرك جدا الأستاذ أحمد عبادة مدير عمليات شركة تذكرتي، شكرا جزيلا ليك.